السلام عليكم أخواتي إخواني متابعي قناة صحتي الغذائية. اليوم إن شاء الله سنتعرف الموضوع يهم النساء بالتحديد، وهو فقد دم بسبب نقص الحديد. إذا حتى نلمي بالموضوع سنحاول أن نجيب على الأسئلة التالية: ما هو فقد دم بسبب نقص الحديد عند النساء؟ ما هي أسباب فقد الدم بسبب نقص الحديد عند النساء؟ ما هي أعراض فقد الدم؟ ثم ما هي مضاعفة فقر الدم بسبب نقص الحديد عند النساء؟ كيف يتم تشخيص فقر الدم بسبب نقص الحديد؟ ما هو علاج فقر الدم بسبب نقص الحديد عند النساء؟ ثم في الأخير ما هي الوقاية من فقر الدم بسبب نقص الحديد عند النساء؟ إذن ما هو فقر الدم بسبب نقص الحديد بالضبط عند النساء؟ ففقر الدم بسبب نقص الحديد أخواتي إخواني هو نوع شائع من الأنيميا، يحدث عندما يفتقر الجسم إلى ما يكفي من عنصر الحديد، وقد لا يشعر الشخص بأعراضه إذا كان خفيفا أو معتدلا، أما إذا كان شديدا فإنه يشعر بها. وأهم أعراضه هي الإرهاق والتعب وضيق النفس وآلام بالصدر. الآن ما هي أسباب فقر الدم بسبب نقص الحديد عند النساء؟ ففقر الدم بسبب نقص الحديد عند النساء هو حالة يفتقر فيها الدم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين كما نعلم إلى أنسجة الجسم. وعندما يفتقر الجسم إلى كمية كافية من الحديد فإنه لا يستطيع أن ينتج ما يكفي من مادة خلايا الدم الحمراء التي تمكنها من نقل الأكسجين، مما يؤدي إلى حدوث فقد الدم طبعا. وربما يكون انخفاض كمية الحديد بالجسم لأسباب أخرى، مثلا فقدان الدم لسبب معين، وذلك عن طريق نزول دم بكمية كبيرة في أثناء الدورة الشهرية بصفة مستمرة. فقدان الدم من الجهاز الهضمي بسبب تقرحات الجهاز الهضمي واستخدام المستمر لبعض الأدوية مثل الأسبرين والإيبوبروفين بعد إجراء عملية الجراحية. كذلك التبرع المستمر وغير منتظم بالدم، تناول كمية حديد أقل من احتياج الجسم اليومي، وربما يحدث ذلك عند اتباع عادات غذائية خاطئة مثل اتباع حمية غذائية نباتية، لأن الحديد يوجد بنسب كبيرة في اللحوم والأسماك. كذلك الحديد يوجد في النبات كالعدس مثلا، ولكن في اللحوم يوجد بكمية مهمة وكبيرة. كما أن كمية الحديد التي يحتاجها الجسم تعتمد على العمر والحالة مثل الحمل والرضاعة. وجود مشكلة امتصاص الحديد في الجسم لسبب معين، خصوصا بسبب استهلاك المواد الكيماوية أو استهلاك المواد التي يدخل من عناصرها الإضافات الغذائية، قد يحدث فقر الدم ناتج أو ناجم عن نقص الحديد على الرغم من تناول كمية الحديد الموصى بها. فقد يعجز الجسم عن امتصاص الحديد بسبب بعض مشكلة الأمعاء والهضم مثل مرض السيلياك والتهابات القولون المزمنة وعدوى بكتيريا الإيلوباكتيري بيلوري HB أو ما يسمى بالملوية البوابية. تسبب بعض الأمراض فقد الدم بسبب نقص الحديد مثل أمراض الكلى في مراحلها المتقدمة. الآن ما هي أعراض فقد الدم بسبب نقص الحديد عند النساء؟ منها أخواتي إخواني حدوث آلام في الصدر، الشعور بالتعب والإرهاق الشديد والضعف، برودة اليدين والقدمين، صعوبة في التركيز، الصداع والدوخة وشحوب الجلد وعدم انتظام نبضات القلب. كذلك الرغبة الشديدة في تناول مواد غير غذائية مثل الثلج أو الطلاء أو الطين، وضيق في التنفس أو في النفس، سهولة تكسر الأظافر وتقصفها وتغير شكلها لتصبح مثل الملعقة مثلا، تشققات حول الفم، تورم اللسان وتقرحه. الآن ما هي مضاعفات فقد الدم بسبب نقص الحديد عند النساء؟ منها أخواتي إخواني زيادة فرص حدوث عدوى متكررة ومشكلة بالقلب، لأن القلب يبذل مجهودا مضاعفا لضخ الدم إلى خلايا الجسم لتعويض نقص الأكسجين في الدم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخم القلب أو فشله أو قصوره أو عدم انتظام نبضاته. في حالة المرأة الحامل قد يؤدي إلى ولادة مبكرة أو ولادة طفل ناقص الوزن. الآن كيف يتم تشخيص فقر الدم بسبب نقص الحديد عند النساء؟ يتم تشخيص فقر الدم أخواتي إخواني بواسطة الطبيب طبعا عن طريق إجراء الفحص الإكلينيكي واختبارات الدم وغيرها لتحديد السبب.
الآن ما هو علاج فقر الدم بسبب نقص الحديد عند النساء؟ يتحدد العلاج أخواتي إخواني طبقا لسبب فقر الدم بسبب نقص الحديد وشدته، وقد ينطوي علاج هذا النوع من فقر الدم على تناول مكملات الحديد الغذائية وتغيير العادات الغذائية أي النمط الغذائي أو الجراحة. فإذا كان السبب هو فقد الدم لسبب غير الحيض فلا بد من تحديد مصدر النزيف وإيقافه، وقد يلزم إجراء العملية الجراحية. كما أنه توصف مكملات الحديد، فهذه المكملات في حالة نقص تناول الحديد بما يواكب احتياج الجسم، ولكن لا بد من تغيير بعض العادات الغذائية، كما يجب زيادة كمية فيتامين سي مع تناول الحديد لأنه يساعد على امتصاصه. الآن ما هي الوقاية من فقد الدم بسبب نقص الحديد عند النساء؟ بالنسبة للمراهقات والنساء في سن الإنجاب، فإن أخواتي إخواني لا تحتاج معظم المراهقات والنساء اللاتي في سن الإنجاب إلى تناول مكملات الحديد، ولكن لا بد لهن من تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم والأسماك والفواكه، كذلك مثل الرمان والخضروات مثل السبانخ والبنجر أي البربة والبقوليات أي القطن كالعدس، والأطعمة التي تعزز امتصاص الحديد وتحتوي على فيتامين سي مثل الليمون أي الحامض والبرتقال. إن اتباع حمية غذائية قليلة الحديد تصبح المرأة معرضة لخطر الإصابة، لذا لا بد من زيادة تناول الحديد. كذلك إجراء فحوصات صحية روتينية كل 5 إلى 10 سنوات لجميع النساء بدءا من سن المراهقة للكشف عن وجود فقر الدم بسبب نقص الحديد. الفحص السنوي لفقر الدم عند النساء اللواتي لديهن عوامل خطر لنقص الحديد مثل اللاتي يعانين نزول الدم بكمية كبيرة في أثناء الدورة الشهرية أو غيرها من المشكلات فقد الدم، أو اللواتي يعانين انخفاض امتصاص الحديد لسبب معين، أو تشخيص سابق لفقر الدم بسبب نقص الحديد. وحتى لا أطيل عليكم، أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ونتمنى الله أن يشفي مرضانا، وإلى ملتقى آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.